لي ولله الحمد 500 من الإبل، فأريد أن أخرج الزكاة، فما مقدارها؟ لإيش؟ لي 500 من الإبل. إن كانت للتجارة تبيع وتجري فيها زكيها زكاة عروض تجارة، تثمنها بل هي تساوي عند تمام الحول وتزكيها، تجمل قيمها وتزكيها. أما إن كانت للدر والنسل وهي ترعى من البر ومن الكلى فهذه يقوم العمال عمال الزكاة بجبايتها منك، تعطيها لهم. نعم، وهم يعرفون مقدارها. نعم.